مشاهدينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم هنا في مضمار ميدان ند الشبة بمدينة دبي الإماراتية الذي يحتضن النادي النسخة الجديدة من هذا المهرجان، النسخة 21، نسخة مشهورة في العالم، اشتهرت بكونها السباق أو المهرجان الأغلى الأشهر. وصيت هذا المهرجان وصل لكل البقاع حتى لأمريكا التي لم تكن تشارك ببعض من خيولها في المنافسات الأوروبية، فأصرت على المشاركة منذ انطلاق النسخة الأولى من هذا المهرجان. بطبيعة الحال ينضم إلي الآن هنا للحديث أكثر على النسخة 21 فيصل الرحماني، مستشار مجلس دبي أبو ظبي الرياضي للفروسية. كابتن فيصل مرحبا بك. مرحبتين كابتن فيصل. فقط قبل ما نبدأ الحديث عن النسخة الحادية، فقط أذكر مشاهدينا بأنه اليوم كما جرت علي العادة هناك 9 أشواط، هنا السباق يسمى بالشوط، 9 أشواط أو 9 سباقات، سباقين انتهيا لحد الآن، وهو سباق كحيلة كلاسيك وسباق جودولفين للميل أو الميل للجودولفين. ما زالت هناك 7 سباقات أو 7 أشواط، هناك كأس ديربي الذهبية، هناك ديربي الإمارات، هناك سباق القوز للسرعة، هناك كأس شاهين دبي الذهبية، هناك دبي تيرف، وهناك سباق شيماء الكلاسيكي، والنهاية ستكون مع السباق الأغلى في العالم وهو سباق كأس دبي الذهبية، وقيمة السباق بطبيعة الحال 10 ملايين دولار. مجموع جوائز هذه السباقات في هذه النسخة أو في مهرجان دبي أو كأس العالم دبي العالمي للخيول هي 30 مليون دولار. إذا فيصل، بالنسبة لهذا المهرجان، قبل ما نبدأ في التفاصيل بالنسبة لمن سيفوز من المرشح للفوز بأبرز السباقات، فقط المهرجان في حد ذاته هذه فرصة بالنسبة تعطى كنموذج للإمارات لمدينة دبي. تعايش، شفنا الآن المتفرجين من كل الأقوام، من كل الأجناس، كل الألوان، كل أطياف، كل الديانات. هذا السباق أول شيء الحين 21 سنة يعني بفضل الله ثم الشيخ محمد بن راشد، سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، يعني هاي مش من حديث، يعني عمل من سنين. اليوم انك تجمع من الشرق والغرب هذا شيء صعب. انت لو لاحظت معظم السباقات في اوروبا سباقات كبيرة، يعني الداربي الفرنسي، الارك الفرنسي، الداربي الانجليزي، الرويال اسكت الانجليزي، انت تتكلم عن مئات السنين، تتكلم عن داربي الامريكي صار له مئات السنين، 186 سنة، يعني عندهم تاريخ كبير. انت تجي من 21 سنة تجمع ما بين تجيب من استراليا والشرق الاقصى وتجيب الدول من اوروبا وتجيب من امريكا، هذا بحد ذاته ما يتكرر ابدا في اوروبا. مره بس في تاريخ اوروبا جاء بلاك كافيار يشارك من استراليا، شارك في 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 اوروبا، ولا ابدا ما يجتمعون مع بعض. كان فكره الشيخ محمد ان يسوي ابا ضمارين يحملون كل الصفات وكل الجوائز القويه وانه يجمع بينهم، وفعلا اليوم قاعد نشوف حتى يعني السنة خاصة النسخة هذه تجمع فيها أكثر وأقوى ستارز ونجوم العالم في عدة سباقات، فهذه ما تصير أبدا في أي مكان خالي. الظاهرة هاي لن تتكرر إلا في دبي. إلا في دبي، إلا في كأس دبي العالمي. كأس دبي العالمي. وصلت جد النقطة جد مهمة بالنسبة للشيخ محمد بن راشد المكتوم والصار على إنجاح هذا المهرجان. أشار سمو الشيخ أشار بأنه هذا المهرجان يعطي فرصة لعودة أو إتاحة الفرصة لعودة الخيول العربية إلى موطنها. فكل خيول العربية تقريبا في هذا المهرجان هي من أصول عربية. ليست فقط هذه الفرصة، فرصة أخرى لتثبت بأنه هي الأفضل، هي الأقوى، هي الأسرع في سباقات الخيول. شوف هذه فكرة أنا أشوفها خلصت وسواها الشيخ محمد الله يطول عمره، لكن اللي أقوى من هذه فعلا يعني أنك أنت تجمع هذه الناس من الشرق والغرب وأنك تعيد الأبطال، وخاصة اليوم كثير من الأفحل الموجودة والمشاركة أبوتها يملكها الشيخ محمد. يعني اليوم أقوى المرشحين في السباقات هذه يملكون شيوخ المكتوم أو الثاني، فهذه يعني فعلا ان استوت اكثر من 10 سنوات وكلكم افضل الافحل. اليوم دباوي انت تتكلم مرشح في عده اشواط، الفحل دباوي 3 من عيال الليلة بيركضون، وممكن واحد منهم ما يتنازل عن الاول الثاني الثالث، او يمكن 3 بيكون 2 منهم عيال دباوي. هذا بحد ذاته انجاز شخصي للشيخ محمد وانجاز عالمي للعرب والعالم.
بالنسبة للكل بطبيعة الحال هناك 9 أشواط، لكن الكل يتحدث عن الشوط النهائي اللي هو كأس دبي العالمي، الجائزة المالية أو مجموع جوائز هذا السباق 10 ملايين دولار. بالنسبة للمشاركات العربية الكل يتحدث عن مشاركة إسطبل جودولفين، هناك اعتماد على الفرس فروستد في هذه الحصان فروستد علي، حصان فروستد ركض هنا عنده 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 قابلية اليوم أن يكون من أحد المرشحين، وأنا واحد من المرشحين لفروستد. لا تنسى أيضا ابن دباوي أيضا الثاني اللي هو سبيشال فايتر أيضا ركض وسوى توقيت، ممكن عنده اليوم حظ إني يفوز. طبعا جاي بالنجم الكبير كاليفورنيا كروم اليوم، كاليفورنيا كروم مع على الأقل نص مليون مشاهد، نص مليون مشاهد في أمريكا فقط يعني يتابعون هذا الحصان. لكن كاليفورنيا كروم رغم أنه سينطلق من البوابة رقم 11 لازم يظل هو المرشح الأول. يشوف أنا يعني كثير من الناس يشوفون من أول لسبعة، لكن التسارع اللي في كاليفورنيا كروم غير عادي، وبتشوفها من اول بوابه ما بياخذ قبل الكوع الا باخذ الصداره. انا اشوف هذا السيناريو بيحصل لنا، كاليفورنيا كروم ما يقدر يمسك الحصان، يخلي من ورا حتى يطوف وياخذ ياخذ ياخذ زاويه معينه، تلقاه بياخذ كل قوته من بوابه 11 اني يوصل للبوابه واحد، وهذا بشوفه في اول 200 متر ولن يعمل خطه ثانيه ولا عنده خطه ثانيه، واذا غير في خطه يخسر. كروم كاليفورنيا كروم ما عنده مجال انه يخسر. بالنسبه لفروستد البوابه رقم 9، هل هذا يخدم صالح الفرس فروستد ام ضده؟ يكون بعيد شوية بعيد عنه. لكن نشوف فروستد في السباق اللي طاف في كاس مكتوم ما همه كثير البوابه، وجاب من بين الخيل وطلع طلع حلو وضربهم 5 أطوال ممسوك في اليد، فما اعتقد بياثر عليه فروستد. اللي في مرشحين ثاني مشوش، عندك كين ايس يعني كان جدا قوي مع 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 الفرعون الامريكي، يعني ما راح عنا بعيد كين آيس وقدر يضربه في يوم من الأيام. أيضا ما يهمه أيضا بوابات، يعني اليوم السباق مشوق جدا، يحمل في طياته سيناريوهات كثيرة. الأرضية اليوم أنا أشوفها سوفت، وهم كانوا يتوقعون أن يكون فاست، اليوم أشوفها سوفت لأن الهاندلينج مالها والتايمينج مالها مش التايمينج السريع اللي شو مع الخيل تسارعت. لكن السباق الأخير مهما كان الخيل الموجودة فيه أخوي علي، تكلم أنت أفضل خيل، خيل يدخل بس تحصل أنت انتري لها الخيل، تتكلم عن حصان 10 إلى 15 مليون مينيموم عشان تشارك في السباق دولار، فأنت تتكلم عن أفضل خيل إليت النخبة النخبة. إذن فيصل الرحماني مستشار مجلس أبو ظبي الرياضي للفروسية، شكرا جزيلا لك.